من خلال الاقتراب من تصريحات الحكومة، هذا السلاح راح يقوض استراتيجية الحكومة بالتعاطي مع الملف الدبلوماسي مع أمريكا. بنفس الوقت السيد أبو آلاء الولائي يقول سيحاصرون، يقصد القواعد الأمريكية، بهدف تحرير العراق من الاحتلال. هذا التوعد الثاني مقابل تهدئة على ما تبدو من حكومة السوداني. بأي موقف سيوضع السوداني برأيك وحكومته إزاء هذا التصعيد؟ يعني دعنا نتفق سيدي أولا أن الفصائل الموجودة اليوم يعني ترتبط بشكل واضح يعني بعلاقات استراتيجية وعلاقات ربما عقائدية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا مع بقية فصائل المقاومة مثل حزب الله. بالتالي يعني هذه الفصائل وبأكيد بطلب من الجارة الجمهورية الإسلامية وقفت نشاطاتها ضد القواعد العسكرية خلال الفترة السابقة، وحدث بعض الاستقرار الجزئي في هذا المجال. وأيضا لاحظنا أن عملية تحركات السفيرة كان وفق هذا الاتفاق، وفق يعني هذه كانت تحركات غير مقبولة غير طبيعية خارج عن الأطر الدبلوماسية. وبالتالي يعني المهم، لكن اليوم أعتقد أن الموضوع اختلف بشكل واضح، يعني خصوصا مع الرسائل التي جاءت ربما مثلا في خطاب السيد حسن نصر الله أشار بأن يعني من الممكن أن تؤدي المقاومة العراقية دورها من خلال الأراضي العراقية باعتبار وجود قواعد أمريكية، وباعتبار أيضا اليوم أن يعني العامل المؤثر والفاعل في معركة غزة هي الإدارة الأمريكية.